صاحب من أب بشير ابن الحرام ما شفته؟ ما بدنا نعرف هاي بس خبره لأب بشير. والله واجب واجب يا مظلوم. ولك يا فضيحتي، ولك يا فضيحتي بين الناس، ولك رح يطق علي، رح يطق علي من هالشوفة تبعك. روحي خليني استر حالي. مالك رايح قبل ما تحكي لي؟ اعتدال، مو ناقصك، مو ناقصك. هلا بدك تحكي لي؟ بعدين بحكي لك، خليني استر حالي. بدك تستر حالك؟ لك انا قاعدة كل الليل عم ادعي لله ما يكون صاير لك شيء، وانت ابصر واكلته مع مين؟ هذا الحكي لي اعتدال. ايه لا روحي وشي. لك ماني رايحة، وقسما عظما هلا بترك لك البيت وبمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقعد. شوفي بصراحة جارك تيسير كان واقف على باب بيته بلا أواعي، وبالصدفة ها بالصدفة حريمك كانوا مارقين من هنيك وشافوه. لك شو عم تقول؟ مثل ما قال لك، بس الشهادة لله إنه حريمك ما شاء الله مربعين على الغالي، ما قصروا فيه، غسلوه ومشطوه. ونحن كمان ما سكتنا له، بهدلناه وقلعناه وفوتناه على بيته. شنو عرضك عرضنا عمي الله يرضى عليك، بس حبينا نخبرك يعني مشان تكون بالصورة انت. لك والله لربي في الحارة، لك مو الحارة، لك بدي ربي في الشام كلها، لك حيوان. هذا اللي لازم يصير. اقل منه الله بيننا وبين الشماتي. ها بس ما حلوة، خلينا نطمن عليه. ايه والله مشي. الله وكيلك ويشهد علي ربي هذا كل شيء صار. يلا نقطة بلاخ، مع انه هالقصة ما بتتصدق بس يلا. رايا بلا الشرف طلع بلاخ. تعال والله انا ربي فيك الحال. هذا جارنا ابو بشير. ليش هيك عم يدق الباب؟ رايا حرمة نقطة، انا حرمة طلع نقطة بلاخ طلع عبدي رجال يا كلب. طلع بلاخ طلع شوف نقطة ورجيني حالك. هيك عم يحكي معي؟ لك انا بورجيه. يا سر معي شرف لك. لا لا شرف لك، لي شرف وياهم يا ابي. تعال على الباب الحريم يا كلب. مو فاهم الموضوع يا ابو شير. لك انت ايش عم تفتح حرايم يا كلب؟ لك غلط معك انت يا نبي. لك غلط معي. لك ابو شير معي وشي. يا لطفي يا لطفي ما فاهم الموضوع غلط والله. لك والله يا ربي فيك الحاره كلها. لك ابو شير نزل ايدك عم الله. اه رح نزل ايدك يا واطي يا كلب. لا مش سمع يا ضيع حالي. قولي هو اللي تهجم علي وضربني يا سيدي. يا سيدي كان بده يعتدي على عرضي وعلى شرفي. كذب هذا الحكي سيدي. شو هالحكي هاد؟ لك يا سيدي طلع بلا اواعي قدام الحريم. شو كذب هذا الحكي سيدي؟ كذب. يعني انت ما طلعت على الساقه بلا اواعي؟ بلا طلعت، بس والله العظيم مو بايدي. كيف يعني؟ امبارح كان عندي حمل قمح، طلعوا لي مشلحين وشلحوني كل شيء معي وحتى وعي. الله وكيلك يا سيدي. لك يا سيدي عم يحكي انه طلع بالليل هو، ليش ضل متعري للنهار؟ لك يا عمي ابو بشير، نهار لو وصلت على الحاره كان طالع الضوء. الله وكيلك. ليه؟ كان فيك تدق على اي باب وتقول لهم اعطوني اواعي لاستر حالي. الله وكيلك يا سيدي انا مظلوم، مظلوم. كذاب مالك مظلوم، وفي شهود عليك كمان. ومين هدول الشهود؟ فايز ومسعود سيدي. يا عسكري جيب لي فايز ومسعود. اتركوني 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 اتركوني. يا رح اتركك قبل ما فيش قلبي منك ومن اللي عملتيه فينا. عم تسمعي؟ ليش انا شو عملت؟ شو عملت؟ شو عملتي؟ فلتي جوزك الوسخ علينا؟ عواد ما تطبي؟ مشان يقطع نصيبنا ويفضحنا بالحالة؟ لا والله ما دخلني، والله ما دخلني. ما دخلك؟ ما دخلك يا سرنوة؟ والله لو ورجيك شو رح اعمل فيكي. طيب شو بدكم نعمل هلا؟ شو بدكم؟ شو بدنا نتعمل؟ والله والله إذا أبي بصل له شيء أو بفوت على السجن بسببك ما بتومي إلا حالك، وبدك تطبي جوزك فهمتي؟ حاضر حاضر والله حاضر. لك تفو عليكي، لك تفو ألف تفو عليك وعلى جوزك الواصي. الله لا يسامحك يا تيسير، الله لا يسامحك يا تيسير، الله لا يسامحك يا تيسير. الحمد لله أبو بشير صدقني وقال لك انت انحبست انا وياه. من حق هن اللي مشلحين اللي طلعوا لك بالطريق وسرقوا لك اواعيك ومصرياتك؟ مو هن. يو لكن ليش اتهمتن هالتهمه وحبستن؟ لانهم فضحوني قدام اهل الحاره، لانهم علقوني مع ابو بشير.
حتى أنا يا ابن عمي ما سلمت من عملتهم. ما فهمت عليكي، شو قصدي؟ بغيابك هجموا علي بنات أبو بشير وضربون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هدول مو بس بيستاهلوا حبس، هدول بيستاهلوا حبل المشنق. الحق معك، بس ما رح خليهم بالحبس. وليش بقى؟ لأني ما تربيت أظلم حدا، لأني ما بحب الظالم يا اعتدال. اسمعي أنت وياه، تيسير قصد حقه عنكم وسامحكم. كأنه مناغشت الكر الأبطال. والله يعني منين لوين يا أف بلا أدنين يا صاحبي، حاكيني هون، حط عينك بعيني. منين بده يقصد حقه علينا؟ ليش نحن شو عاملين؟ هاي دعوة كلها باطلة باطلة، نحن ما لازم ننحبس. شو دخلنا وشو خرجنا؟ نحن شو نحن؟ نحن أوادي وبأمر الحكومة. إيه والله بالله حلو والله. كملوا كملوا هالموشح. سمعتي وياه ابصموا لي هون انكم ما بقى تعرضوا للزلمة بنوب بنوب. انا ما بعرف ابصم ولا بخربط بالاملاء. يعني راك يلا انت وياه. امرك شرفك بعد الشر. امرك. لا والله من بعدكم نحن. طالع العب من الشيء. ايه خلاص انا ما في داعي وسخ ايدي. سلام عليكم. سلام عليكم. ضرب السد ما يرد. تو عليك يا قليل الشرف. انا ماني هيك يا مختار، لا تغلط. لك انا هي عملت تعملها اللي عملته بصير مع اي حدا، شو ساوي يعني؟ على هالعمله اللي عملتها انا واهلي الحاره بنكون قليلين شرف اذا بنخليك عايش عندنا بالحاره. شو قصدك مختار؟ يعني معك 3 ايام بتضب اغراضك وبتنقلي عن الحاره. شلون شلون؟ ما فهمت. انا واهلي الحاره ما بدنا اياك تعيش معنا، واذا بيمضوا 3 ايام وبتضلك قاعد بالحاره لا تنوم الا حالك. ماري طالع بالحاره، هاي الحاره حارتي وربيان فيها. الله يطعمني يمضوا 3 ايام وتكسر كلمتي لا ورجيك شلون. شو بده يصير يعني؟ طبعا من الحاره ماري طالع. الله يكون يا اهل حارتي. الله الظالم. ابن عمي شايفي مو جايب شي من الاغراض اللي وصيتك عليه؟ ما حدا رضي بي. شو هالحكي؟ هذا غير الحكي اللي بنحكي علي يلي ما كان عم هيك بوشي، كان هيك عم يتغامز ويتلامز علي. ابن عمي نحن لازم نترك الحارة. أنا ما بترك الحارة ولك هي الحارة حارتي اللي ربيت فيها. بس يا ابن عمي مهلة 3 أيام بكرة بتخلص. أعلم بخير ويركبوا، هي الحارة مالي تاركة، عم تفهمي؟ يا ابن عمي يا ابن عمي.